عاجلة. بما أن الإخوة في الجزائر يستهلكون لحم الحمير بكميات كبيرة ومرخصة من طرف النظام الجزائرية، قررت أن أكون جارا صالحا وأقدم لهم معلومات حول أضرار أكل لحم الحمير. يؤثر على الكبد والكلي، قد يصل للإتلاف والجفاف، يتسبب في الإصابة بحساسية الجلد، يعد بأخصب للفيروسات والبكتيريا، ما قد يؤدي إلى التعفنات وإسهال وقيء، يسبب الإصابة بسرطان الكبد. يحتوي اللحم على العديد من الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تصيب الجهاز الهضمي والأمعاء وتسبب التهابات، تسبب دود الأمعاء أو ما يسمى الدود الشريطية. هذه النقطة تفسر الكثير. قد ينتج عنه بعض الخلل في الغدد المسؤولة عن الإحساس ببعد الزمني والمكاني. وفي خبر آخر، حين تتجول في العاصمة الجزائرية ستجد بنايات وعمارات شوارعها مثل العمارات والبنايات في شوارع مارسيليا أو باريزا، ولو سألتهم ما أصل هذا المعمار سيقولون فرنسي ويعود لفترة الاستعمار الفرنسية. وحين تتجول في بعض مناطقها القديمة ستجد مآثرها مشابهة لبعض المآثر في المدن التركية، وحين تسألهم ما أصل هذا المعمار سيقولون أنه معمار عثماني ويعود لفترة التواجد العثماني بالجزائر. لكن يغيب هذا المنطق في مدينة تلميسان، فرغم تشابه مآثر تلميسان بالبنايات والمآثر المتواجدة في كبركن من المغرب، حين تسألهم ما أصل هذا المعمار سيقولون أنه جزائرية، رغم أن تلميسان كونت أساسا من قرية اسمها أكادير. وأنتم تعرفون أصل أكادير أين؟ نفس المنطقة. يغيبه الجزائريون في عدة أمور أخرى كالقفطان والزليج والنقش والأكل وغيره، وسنأتي له لاحقا. في الصورة، مسجد المنصور في تلميسان بناه المارينيون في عاصمتهم فاس. المسجد طبق الأصل مسجد الكتوبية ومسجد حسان الذين تم بناؤهم بقرون قبله. نشكركم على حسن المتابعة.